نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 الليلة نحنا جينا 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 كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا جينا في جامعة نيالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. احنا بنات الشروق برنامج مسرح في الهواء يرحب بكم. احنا بنقدم عمل تمثيلية عمل صغير اثناء التقديم التمثيلية اذا اي زول جاءوا احساس ممكن يشارك احنا مرحب به او بعد ما ينتهي السكتش او العمل المقدم ممكن بعد ذاك يدينا رايه وجهة نظره. شكرا جزيلا ونقول لجامعة نيالة وطلابة إن شاء الله دائما نحن نكون عايشين في سلام وفي أمان. قلت لك يا محمد. يا أختي. والله شايفاك ضارب طناش. كيف؟ عجيب. ساكي ساكي ترى بتكلم معك من 200 في الموضوع بتاع الأوضة دي. هاي الأوضة دي لكن أخواننا. الأوضة دي أنا أبنيها من وين عندي قدرة ليها؟ شنو؟ والله إلا نجيب لها بس قش وبروش وهنا كده نسويها كده كده سريع سريع ساكي كده حاجة سريعة كده حاجة سريعة وين؟ ما حاسين إحنا قاعدين هنا قاعدين في الأوضة الواحدة دي والباقي تأمينه تحت الشدر لكن كان جا الخريف البروش حقتك دي والشدر ده بغطينا من الخريف بغطينا من المطر والله قلنا نقعد كده نتمها مويه أنا من ربنا يفرجها ماله لا لا أنت شايفك ما بتلحلح ما زي الرجال الرجال كلهم شغالين يخطفوا من هنا ويشيلوا من هنا ويخطوا من هنا انت ماسك لي في شغله واحده الشغله الواحده دي الزمن ده بتعيش بتعيشها ناس الشغله الواحده هاي لو كده سمجنا انا اتقطع انا الطير انا اتقطع اتقطع انا يعني ولا كيف ما الله قاسم لك هذه دي رزقي ودي قدرتك هذه اسوي شنو يعني لا لا انا ده هناك تبقى زي الرجال الملحلحين ديل هاي ما نحلح نحلح اعمل شنو يعني امرك كده اسوي كده ولا اعمل شنو يعني يا منك انت بس طوالي قالب لي المسائل هزار انا هدي ما ترى شغاله معاك يا الدنيا دي شايله طبقي بعد ما اقضي خدمتي في البيت عايشه كسرتي وامشي ابيع في السوق وداخله في ديك يا صناديق وداخله مع عادل وداخله مع عادل ماله ما هو مشكله ما زول قدر قدرته كل زول قدر قدرته هسه انا ما بطلع منه الصباح بجي ليل ليل الليل كان انا عليك الله فيني روح ولا فيني طريقه ثانيه مش جاي ولا جاي شنو؟ خلاص الشغل متعب ذاته تطلع منه الصباح لحد المساء بس اخر الشهر تجي شايل ليل ما هي دي ما هي دي بقت ما بتعمل حاجه ما بتسوي حاجه هاي لكن انا شغال وزير انت انا شغال مسؤول كبير فوق الدوله ما زول عامل بس العمال بتلحلحوا تشوف لك صنعه ثانيه بعد ما تجي ان شاء الله بالليل ان شاء الله تنسج على قريب ان شاء الله تعمل اي حاجه ما تقعد لي ساكت اخوانا انا اشتغل الصباح كله اشيل وعتل وخط وودي واجيب واشتغل اوفر تايم واشتغل ليه بالليل واجي ثاني اخوانا ثاني بكون فيني عقاب روح ثاني ولا عقاب حيل ثاني عشان اشتغل اخوانا ما خلاص الفينا كلها كملت هاي انا اسوي لك شنو يا ود امي اكل الدنيا بقى دار المقابضه ودائر المجابده نسوي شنو والله زمان حتى اسم الله نحن بس قروش حبه الزول ياكل ويشرب ويتعلم ويتعالج وكله هسه وحياه الله قدر ما تشتغل قدر ما تشتغل قدر ما تشتغل والله العظيم انا قاعد العيش ما اجيبه ده شنو ده يا اخي انا اقول لك حاجه انا ما جاب راكه وما اصعب لك المساله شويه شويه يا اخوي ان شاء الله السنه دي تنزل لنا المواد المواد ذاتك ما نزلتها هسي السنه جات تلقاها طارت مشت السماء هي والله هاي والله قال لك الفاتوره بس 3 يوم هسه احنا في المؤسسه هناك مثلا دارين يشترون حاجه في المؤسسه والله قال لك 3 يوم بعد 3 يوم كان ما جيت شلت حاجتك ونفستها يقول لك لا والله معلش فاتورتك ده ما 3 يوم الثلاث يوم الاسعار بتزيد والدولار ماشي تزيد القروش ثاني ده شنو ده؟ هزول هاي ها؟ البلد دي ماشيه والله كاسحه كزح فو قريتها كان كاسحه كذا بتنميتها وبحاجاتها لا بس كاسحه في الاسعار وفي الغلاء والهنا يغلوا لنا في الحاجات بس ثاني ما عندهم شغل والله يقول لك حاجه هاي؟ محمد علي ده امبارح مشيت اشتري منه الصلصه غدر ظروفك اللي بيشتروها بجنيه دي هاي غدر بجنيه واحد هاي؟ هاي؟
قدر يعني حق التعابة والمساكين. أي. البارح اشتريته منه بجنة. الليلة مشيت لها قال لي بجنة ونص. شوف هالكلام ده. الله لكن هبتنومي تنومي طوال تصبحي تلقي الحاجات زايدة. أنا اللي أسوي شو لكن؟ الموضوع اللي تشتريها بالليل كلها. ها؟ أنا يعني ما أنتي. وأنا كان عندي شيء أشتري بالليل. أنا كان عندي شيء أشتري بالليل، أنا ما بشتري المؤونة حقة السنة كلها. أي والله. وأجيبها وأخزنها وأحطها في البيت. لكن وين يا يما؟ ما في شيء. الحمد لله رب العالمين على اللي عندنا ده. الله الحمد لله. هاي لكن يتلحلح. عشان كده نصبر بس. ها؟ نصبر ساكت بس إن شاء الله. لا لا لحد السنة دي بيضتنا دي لحد ما السنة الجاية بكون شوية كده الحكاية صلحت وغاية تزول خدت الأمل. أنا شايف والله يا أمل ما شايف لي يا أمل إلا بس تزول خدت الأمل بس. أقول لك حاجة. هاي. أنت ماشي لك سلفية. سلفية؟ هاي. سلفية أنا بقدر أسدها. أه؟ سلفية مرة أنا قلت أنا ما هيت كلها هي قدر كم أقلب أجابي سلفية وحاجات كده وأسعد بوفي ناس لكن يشيلوا منها وناس ست شاي تشيل منها ثاني الفضل فيها شنين تقايلها برضه تخط منها بس أنا ما هيت دي ما كلها بس شاي وفطور. أه؟ شاي وفطور وحد اسم الله الغداء ده وكتيجي أشتري لي عيشة أشربها بشاي أقول عشان ما أكمل القروش للبلدات. أنت الغداء ده أقول لك حاجة. أه؟ الناس دي كلها الموظفين ده كلهم العيشة شنو بتشتريها الموظفين ده كلهم الصباح الواحد يجيب لكم كوباية شاي حمراء معها حبة فول مدمس يا جاب له عشا وطعمية واسكت عليها لا من يجي البيت بالليل ياكل انت تعمل كده تاني لا بس انا في البيت بس انا قاعد اكل ثلاثة وجبات هنا الوجبتين دول هنا وجبتين الشغل حتى اسم الله تعمية شاي الشغل كله بس يا تعمل مويه يا تعمل منه شاي في البلاء الشغل ده اسمع انا اكلمك الشغل تاكل فيه وجبة واحدة بس وجبة واحدة وجبة واحدة بس رغيفة بطعمية والصوم عليها خشبك الله احنا ما عرفنا الحكومه ديك ولا الحكومه ايتي الحكايه اتضحبطت علينا ذات بحد اسم الله ده كلام شنو ده هسه حكومه قريش والله بحد اسم الله هسه انا بس اكل لي وجبه واحده وجي ما بقى عليكم كان وقعت ثاني بجيب لكم قروش منها انا عينا الناس اسوي خلاص راسكم انقطع لا نبره من ثاني كذا الكذا دي بتاكلك كما نحن الاثنين شاركنا سوا جاي جابناها جاي الولادات هسه كانوا الولادات دي دارين يقولوا دارين نتعلموا أيوة الروضة بقد بشيل فلاني أي والله الروضة بقد بشيل فلاني عمي محمد السلام عليكم عليكم السلام عمي محمد ازيك ان شاء الله طيب اخبارك الله يبارك فيك الحمد لله كيف الاحوال بارك الله فيك عاملين شنو تفضل الحمد لله خالتي سامي ازيك ان شاء الله طيب اخبارك الله يبارك فيك الله يبارك كيف الاحوال ان شاء الله عامرين الله يبارك والله الحمد لله يا هو بس جري وكلام فارغ سعيد الحمد لله الحمد لله ان شاء الله امتحانات كثيره كويس ما تطلع زينا ان شاء الله هي كبيره ان شاء الله والله انتوا متخرجين من الجامعه ديل يسالون المواهب كلها ان شاء الله يا محمد الله ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقك بس الله يوفقك يفوتوك وين والله قاعدين ساي ما لاقين وظايف قال يفوتوني قال ها والله يا الله كريم ما قارين قارين والله يقروا ما يهم نجتهدوا لكن شنو الله كريم برضو الله يبارك فيكم كيف الاحوال والله الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله الله يبارك فيكم الحمد لله دايرين تبنوا لكم اوضه سامعكم تقولوا اي والله اه يا ولدي دايرين امنيه لكن الراجل ده ما مطاوعني ما جا في يدي الله يلا كريم بس واحده واحده حمد ولا شنو عمي محمد قلت لي تفوت وجبه عليك الله لا فوت وجبه يعني كيف انا قاعد ولا كيف يعني ما تاكل يعني عشان الله انا طريق وجبه عشان اوضه تصوم يعني ها تصوم الله يلا صوم كيف ما كيف يا خالتي سامي والله حياته كلها شفت يا هو هزار وضع الكلام ده الكلام ما قلت لك فوت وجبه لكن يا خالتي سامي الكلام ده ما بقى زول يخلي الاكل عشان يبني اوضه لا قلت له يعني تعال على روحك شويه كدي كلنا يعني احنا قاعدين نجي على روحنا عشان نوفر لاولادنا نسوي شنو عاد والله 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 الظروف صعبه لكن شنو يا عمي محمد والله انا عندي لكم حل قولوا لي يا ولدي قولوا نفكر كده سلفيه ولا شنو سلفيه لا ما سلفيه ما سلفيه انا والله شفتها كرهتي في الدنيا دي اموت بالجوع ما ادين اصله شفتها الدين ده لا اله الا الله هي انت تحللني بالكلام لكن شنو ما هذا السجن ده ملان السجن ده ملان مليء والله ما برضه لكن يا عمي محمد ما هو ما هو الخريف قرب برضه الخريف قرب والراكب اي والله الراكب اي والله اي والله اي الخريف قرب انا بس غايته كان عندك حل بس خطاني الدين ده بس خطيني اه انت قلت لي يا ولدي شفت ما بدي اقول لي محمد ده ما تشتغله كان عندك كلام قولوا لي يا ندي والله انا فكرتي كده خلوني افكر خلوني افكر انا ذاتي خلوني افكر معاكم انا ما الحال واحد البيت بيتنا اي والله اي خلوني انا ذاتي افكر والله ما في ان شاء الله انا كلمك يا ولدي تعال انت تعال اي الراجل ده ما يسمعني ابرض الكلام ده اها ما قالوا الناس دي وانا الزكاه دي أه؟ بيساعدوا الناس اي أه؟ يعني شنو يا ايوه قالت كلام كويس الناس دي وانا الزكاه بيساعدوا الناس
والله وبعدين في منظمات بتقف مع الناس وفي الرعايه الاجتماعيه بس هذا الكلام الرعايه الاجتماعيه والله العظيم في رعايه اجتماعيه وبيساعدوا الناس وفي منظمات برضه خيريه بتقف مع الناس اذا عندك واسطه عندك زول ناس مشغول الراجل ده تعالى ولد انا اكلمك كان في منظمات وفي رعايه اجتماعيه أي هيسووها لنا الاوضه مسلحه هيسووها مسلحه اوضه مسلحه اي اها عشان الخريف اي اي لكن شنو انا كده برضه كده نتاكد نسال بجاي 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 لو لقينا محل المنظمه ده نجي انا وانت وعمي محمد نمشوا هاي انا ما بمشي معاكم ها كيف منظمه شو نازل كيف عمي انا اخر عمري عندي مشهد انا اخر عمري انا احفظ ما وجهي انا احفظ ما وجهي جبت قدام الناس مع عمي محمد ماشي ده انت بتقدم طلب بتقول يا اخوانا انا اشهد ها انا اشهد عمي محمد قروش انا والله بضرعيه وحاط اسم الله ماشي يا عمي محمد انا لا بدي شهاده ايش هذا دي ما عندها اي تسول تسول ايوه بس بيتها تسول هذا هو التسول اسمع دي بلا مرضى دي ذاتها مرضى لا يا اخوي انا اتسول المنظمات دي عملوها عشان تسول الناس المساكين واذا تعصح يا عمي محمد عمي محمد اذا بقول لك بقول لك شنو المنظمات الخيريه بقول لك ده عمي محمد ها منظمات خيريه منظمات خيريه ما دي غالي انا ما شغال بمنظمات خيريه ده مش بعيد بعيد المنظمات ده خلاص بعيد المنظمات انا بمشي معاك الورقه دايره مني شنو خلاص كله بجيب لك كده انا بمشي بتاكد ها بسال بجاي 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 بتاكد وان شاء الله بيجيكم ودي وانا ما تنسى ودي وانا ما قالوا اصلا ما سوي له للمساكين زينا كده للناس التعبانين اي صح ما دام الناس الناس قالوا ساعد بعض الناس الغنيانين بيزكوا مالهم ده للناس المساكين اي صح الله يفتح عليك صح. يا ولدي صح الراجل ده ما تشتغل بسوق لي انا دي خلاص ان شاء الله انا بتاكد وبجيكم الله يفتح عليك يا جماعه ان شاء الله عامرين عمي محمد الله يبارك فيكم الله يبارك فيك يا ولدي الحمد لله انت من المصارف الثمانيه هاي منها المساكين انت شنو انت عندك غرامه وانت في الرغاب ولا ابن السبيل ولا انت شنو انا كله فيه كله فيه الرغاب فيه والسبيل فيه والمساكين فيه انت قاطع لك رقبه مره وداسه مننا ها بري ابري من الرقبه بري بري ابري من الرقبه رقبه شنو يا راجل ها ما قاطع لي رقبه عندك غرامه انا عندي اوضه انا قاعده في راكوبه يا جماعه وجايني خريف هسه الزكاه تيت من ليك ها الزكاه تد الناس المساكين الدارين ياكلوا ويشربوا ما لاقين حق لك انت بتسوي الكسر انا اقول الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين خلاص احنا ما محتاجين للزكاه ها ما محتاجين للزكاه والله كساعدونا ما عملنا بالمساعده انت خليك في هناك ده وانا ماشيه والله ما لا خلي منظمه لا خلي ديوان زكاه لا خلي فاعل خير دار الجبليه كلام يقوله مرت محمد شحاده ما كدي؟ دار جيب لنا التسول في بيتنا تعلم الاولاد يقوموا يتسولوا كمان الاولاد دار يقرون بضراعي اوعك والله شفت تجيب لي قروش ارجع عليك طوالي فهم الكلام ده ولا ما فهمه اما كلام فارغ هاي هيثم يا محمد يا اخي انا قاعد جوا المحاضره يا اخي شابكني كده عندك شنو؟ تعال والله عندي موضوع كويس جدا موضوع شنو يا اخي؟ كم مره كلمتك قلت لك المحاضره ما تعمل لي كده ما تعمل لي كده بتلاوز لي خلاص كويس ثاني ما بعمل ما يا اخي ما ثاني يا اخي ثاني ما بعملها اه يا اخي ما بعملها انتظرني لما اطلع اي ممكن يا مره ما صفي صفي الرعاش ماشي اعمل شنو؟ مشروع كبير يا اخي مستحيل ترجع معايا معلش يا اخي معلش معلش شويه يا اخي انت ما تفوتها كل يوم كل يوم كل يوم بالحيطه ما تفوتها علينا محمد انت بتاع مرور انت بتاع مرور محمد ما تفوتها علينا أه. فيها هاي لك موضوع والله هاي موضوعك موضوع والله موضوع تعب مجلة الدكة انت قايل شنو؟ اها احنا هسي ما الاجازه انتهت طيب يعني هسي ده امتحاناتنا انتهت والاجازه ياها قربت اقصد طيب الاجازه قربت اها احنا مفترض يا انت المجتمع يستفيد مننا احنا طلبه جامعيين مفترض المجتمع يستفيد مننا اوي كيف؟ اوي عامل راسك زي القنقوليزه ده يا محمد انت يا اخوي هوي ما تقعد تلف وتدور وتقول لي المجتمع وتتكرفس كده زي ابو الجلومبو قول لي انت موضوعك خش له طوال ايوه أنا ايوه كويس يا محمد كويس أي. انت اهلنا ديل تعبوا فينا ولا ما تعبوا فينا اهلك انت اهلنا كلنا كده يعني تعبوا فينا ولا ما تعبوا فينا يعني ما بعد كده اول اوف زيم كده اي اي تعبوا اي قرونا والحمد لله وانا حاسس الحمد لله طلبه جامعيين في الاجازه هيثم اي هيثم انا شامل لي ريحه من كلامك ده في ريحه مايها خش لي في الموضوع لا والله لا اهلك تعبوا وقرونا والله لا ريحه لا داير تقول شنو ولا ريحه لا صوت أه. أن احنا في الاجازه دي لابد انه نستثمرها بشكل جيد جيد ايوه ونساعد المجتمع نساعد المجتمع اي نساعد المجتمع اي نساعد المجتمع والحكومه تسوي شنو كيف يعني الحكومه بتاعتك دي نجدات وي 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 احنا ان شاء ما يجيش يشتغلوا الشغل ده يا اخي
يا اخوانا ما هي حاجه على رقبه الحكومه يعني مثلا يا زول ما قادرين يخلوها لنا نعمل حملات نظافه في الحله. نظافه شنو؟ ننظف الحله. هذول عندهم جبايه وعندهم حق وساخه وعندهم حق النظافه وعندهم يشيل يا هيثم انا مين اللي حسيت انه في الحله؟ نمشي نقش المغابر. ها؟ نمشي نقش المغابر. لا اله الا الله المغابر. مغابر لشنو؟ محمد مالك؟ مين حالك؟ مغابر لشنو؟ مالك يا محمد؟ مغابر وديها المغابر لشنو؟ كيف يعني؟ امشي براك المغابر محمد؟ اي نمشي نقشها. تقش المغابر؟ اي بس والله زي الجنريتر كده. ما والله ما جنريتر ولا اي حاجه. هوي أسمع. النظافه دي شوف في الحكومه والله يا محمد لا جنريتر لا موتر بلاستيكين. نعم الموضوع واضح. طيب نحن لابد انه يا محمد انه نساعد الناس. واحد الجامع نمشي نقش الجامع. طيب. نجير الجامع. المدارس اللي في الحله. طيب نمشي نقوم نساهم نبني السور بتاعها نجير المدارس. ايوه أي. ايوه كلامك صح. أي. نجير المدارس. ايوه نبني الحيط الواقعه. ايوه نعمل سبيل في المدرسه. نعمل شجر. ايوه كلامك صح. جيد. والحكومه مربع يدينا اشتغلوا هم بس يا محمد. ما ياخذوا شغل حكومه رجاء يا محمد. انا شخصيا ما بشتغل شغل ما حقي. انا زول طالب انتهيت اشوف بعد الف مزاجانا. برضو نشوف المسكين منو في الحله نجيب معاه كيف نقدم له شنو نحن كشباب. مسكين في الحله اي نقول شنو؟ ان شاء الله نعمل صندوق تكافلي. صندوق تكافلي اي نحن كشباب. يا اخي يا هيثم انت يا زول راسك ما حلو محمد. يا هيثم محمد انا بتكلم جدي. انت خليك جدي. مالك ومال المواطنين ديل عندهم زور رشحوا له بقى رئيس بقى نائب رئيس بقى والي يجي يكون مسؤول منه. أنا احنا طلبنا ناخذ راحتنا في الاجازه وين شنو يقول لي نظافه وامشي ولم الناس نحن عملنا لم الناس. طيب كثير طيب تلفونات. وريني وين يا ساره انت وين الليله يا حبيبي. طيب هاي امورك شنو؟ وريني انت برنامجك في الاجازه داير تعمل شنو؟ انا برنامج في الاجازه. اي هزول اخوك ما فقري. هزول ده كلامك. الله يا اخوك اللي ساي في الاجازه. اي والله انت خشمك الخفيف ده تبي تكلم به امي. لا 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 عليك الله داير تعمل شنو؟ كده وريني. كده وريني يا خالتي كلثوم. شفتي ولدك محمد؟ لا 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 كده وريني داير تعمل شنو في الاجازه برنامجك. عين لا تقول لي نفير. اها لا تقول لي نتلم كلنا. اها لا تقول لي نبني لنا راكوبه. نحن طلبه. اها دي فرصتنا. والله تخش ال 40 سنه ما تقدر تعمل حاجه احسن في العشرينات وال 18 دي تلعب يا زول. تشوف جوك مالك مال الحكومه ومالك مال المواطنين؟ المواطنين دول يشتغلوا براهم يا اخي. البيبيع دوبي بيبيع البيبيع جنجلزي بيبيع يا اخي. مالهم مالهم يا اخي؟ كيف؟ ما تدخلني في قصص زي دي يا اخي. نحن دايرين نشتغل برانا يا اخي. يا بالله والله العظيم مشروعك في الاجازه يا زول. في الاجازه انا عندي مشروع حقي في راسي. ما تقعد تلخبطني عليك ولا تقول لي نفير ونظف وكذا. الجامع ده يوم الجمعه في زول بينظف. طيب اقول لك حاجه. هاي. مشروعك فاشل. مشروعي انا فاشل؟ ما انا داير اقول لك حاجه. انت تتعلم المسؤوليه كيف؟ تتعلم المسؤوليه كيف؟ ما من هنا تخدم المجتمع كيف؟ ما من هنا من هنا وين؟ عشان من هنا من اسرتك من جيرانك من حلتك من كده. والله يا اخي قلت عجيب خلاص يا اخي. بعدين حبه حبه لحد ما امشي لقدام يقول لك كده. لكن لك حسي دي ما تزحمني في اي حاجه. لا تقول لي مشاريع تنميه ولا تقول لي انا الكلام ده كله ما فاضي له. انا في يا اخي العالم ماشي يا زول. هوي تليفونات واتساب بج 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 مكالمات. انت مجنون؟ عليك الله ما تكون تحصل روحك في القصص دي. ناس مشيت اوروبا. عليك الله يا هيثم مبروك من الغوغا اللي انت فيها دي يا محمد. عليك الله ما تحبطني. اها انت لو ما داري تشتغل انا بشتغل. لا تشتغل انت؟ اي اشتغل. اي لكن والله بتندم. انت في شنو؟ والله العظيم. لا لا ابوي مرتب يا مجتمعك. يا ابوي ابوينا قاعد بس. يلا ابوك ده قروشي دي قاعده طوالي كده معاه يا اخي. الظروف دي ما مع الناس. لا لا قروش الحلال ما بيكمل. اي قروش الحلال قاعده الا تغلوشه بحق الحرام بعدها تلقاها كملت. ابوي ده من ما قام والله بضرب القرض. قال يدق القرض ده كده بنشفوه بيعمل بلد جلود كده. حبه حبه بيجي يعمل مراكيب. حبه حبه بيجي محل اسبيرات. حبه حبه عنده فورمين. ما في قصص زي دي. الامور ماشيه تمام. انت يا اخوي شوف رواكيبك وين. شوف لك وساخه لمه يا اخي. انا طالب اقعد يا عليك الله يا اخي. امشي يا اخي. يا احمد هاي والله يا اخي ما تسخر مني. لا مش انا كلامي جادي بالمناسبه. والله خليك انت جادي معي. انا جادي في حاله واحده بس. أي. انه المرحله بتاعتنا دي لما نمرها أي. ناخذ فرصتنا كشباب أي. بعد ذاك لما نبقى في 46 45 طيب 50 طيب داير اقول لك طيب داير اقول لك حاجه. الشباب ده انت قايل شنو؟ في عمرنا ده احنا العمود الفقري بتاع المجتمع يا زول. عمود الفقري؟ ايوه يا اخويا. هوي هسه انا خليني عمود رقبه بس. هسي خلينا عمود رقبه بس اتلفت بها شبكك 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 والموضوع انتهي. ما تخليني سلسله فقريه ولا غدروف. هيا يا ولدي. اي خديتك. اها ده اسمع ده خليهم ده خليهم. محمد ده بعرفه ما بسوي لك حاجه. ما بسوي لك حاجه. انا داير اكون انتوا الشباب اللي بتجروا في الجامعه لما انتجوا في الاجازه تساعدوا الناس كلكم الطلبه اللي قاعدين ديل تساعدوا هلكم تبنوا المدارس. المدارس الواقعه ولا شنو يا جماعه؟ ايوه يا خالتي. طيب خالتي طيب. مدارس الواقع نبنيها نحن؟ مدارس الواقع نبنيها نحن والحكومه تبني شنو؟ طيب الحكومه طيب دي بتطلب طيب. شيء يبنوا لك؟ طيب طيب يجيبوا لي الحكومه. دقيقه يا محمد دقيقه. طيب اقول لك حاجه ده ما عيب. نعم خالتي ساميه دي
هي عشان اولادها مسافرين. نعم. ما عندهم اوضه دايرين يبنوها، ما تيجي نشتغل معاهم نفير. نفير؟ اي نفير. عم محمد هاي اللي يشتغل معاه نفير يا اخي. حرام والله، ريحه الزباله يا عليك الله اسمعني. أي؟ عليك الله يا اخي. ما تبقى زول يدينا كده بيقول خشن، والله تمشي الخرطوم لك تسلم على البنات يقول لك يده خشنه يده خشنه. والله العظيم احسن ما تخش في قصص زي دي محمد. والله يا اخي اقول لكم حاجه، انتوا الاثنين خليكم. انت يا ولادي فيك الخير، لكن محمد ده خليه. لكن كده انا اشوف الاولاد اللي قاعدين دين والبنات اللي قاعدين دين، ناس الجامعات وناس المعاهد في الاجازه، انتوا بتعملوا العمل ده ولا بتقعدوا ورونا قولوا لنا رايكم؟ والله لغايته كلامي قلت ايه ما تدقسوا يا محمد اسمعني. يا جماعة التكافل والتعاضد والتآزر والتآخ، يعني كل العمل ده الإنسان المفروض يعني كطالب جامعي يكون غدوة ليه وللغيره. يعني لما نطلع ويشتغل شغل تكافل مع الناس ويساعد الناس، بالتالي الناس اللي وراه بيقوموا على طريقه وعلى نهجه، فما فيها مشكلة. يعني كون انت مثلا تساعد الناس وتبني مع ده وتعمر مع ده وتعين الإنسان على، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عال الإنسان على حمل دابته استاجر، يعني فيها أجر. ويعني الناس تتكافل وتتعاضد، يعني الناس كلها تكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيعني ما فيها مشكلة كونه مثلا الإنسان يكون جامعي أو غير جامعي، ده فهمه ما في ما مشكلة بيقيموها بالمرحلة التعليمية. يعني الإنسان لما يكون أصله بدعاء ممكن يكون ما قرأ كله، لكن ممكن يساعد الناس، ممكن يساعد المسكين، ممكن هناك. فهذه ما فيها مسألة بتربطها مثلا بالقراية وما عدم القراية. القراية ده شيء توصلت له مفروض تستفيد منه، أنت كطالب مفروض تستفيد من الدراسة بتاعتك ومن القراية بتاعتك. نحن زمان أبهاتنا بيجي أبوك بيربط في الكاية، يربط الكاية، الكاية كلكم احتمال تكونوا بتعرفوها، الكاية بتاعت القصر دي، يقول لك أمسك لي هنا، أمسك لي هنا، تقول لي يا أبا ها أمسك يا خلينا على بقرايتك يا أخي. نحن في المدرسة قرونا كاية؟ ما قرونا كاية، لكن معنى إنه القراية بتفتح المخ وبتخلي الإنسان بيستوعب أي حاجة. القضية المطروحة اليوم قضية بتاع المساعدة، إذا أنا فهمت صحيح، وإنه دور الطلبة شنو؟ الطلبة الجامعيين بالتحديد في أوقات الإجازة، التكافل بشكل عام يعني واحدة من قيم الإنسانية وواحدة من القيم الإسلامية، لأنه كل الأديان والدين الإسلامي على وجه الخصوص يعني يدعو إلى التكافل وإلى التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى هكذا. وأكبر التعاون يعني في أنه نقدم خدمة للناس خاصة في المدارس، لأنه القضية هنا مطروحة أنه الناس كيف تبني المدارس. إحنا كطلبة يعني جينا من المدارس دي، وعندنا دور لا شك يعني منتظر مننا يعني كطلبة لما نرجع لأهلنا. هذا الدور يعني بيتمحور في إنه كيف نطور يعني من المواعين اللي إحنا زادنا، هي كان سبب في إنه جينا للمؤسسات الجامعية هذه المدارس. وبعد ذاك الدور الثاني في إنه كيف نرسخ الرسالة اللي احنا طلبناها هنا إلى المجتمع. ها؟ هسه على الولد انا امشي نعتر ونشوف الحاصل شنو. هي نمشي شوفوا نمشي الجامعه ذاتها. أيوة وشوفوا بيقرا كيف وبيعمل كيفين، يعني بيقرا كويس بيغيب مواظب على الدراسه ولا هو مواظب؟ عشان احنا تعبنا ده ما يقع في الواطه ساكت. ايوه قال لك والله ما بيزعلون هناك، ما بيزعلون كيف انا يعني؟ ما بيزعلون، بس الاستاذ بسقطك في الامتحان، كان ما جيت بسقطك بس، لكن انا بيزعلك. كيف ما بيزعلك؟ هاي زي المدارس كان بيدور يدقون بساطة اللي ينهرون كمان اشوف عصوار مع ناس كبار في جامعه. لا عندهم حاجه ثانيه، عندهم حضور غياب في الجامعات. كلمني هاي لقينا شنو تتندس شنو هاي تتندس هاي هاي حضور غياب حضور غياب هاي والله خلينا مش نأثر غايته. هاي نمشي نشوف خير ما نرقص ساي قفه كده زي لا لازم هذول يعني ما لا يعني بس اتاكد بس. والله انا هناك الحمد لله موصيه، اهالي هناك في الخرطوم كلهم موصيه هون. كلمتهم قلت لهم الولد ده كدي 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 هناي، وانا امشي اشوفه.
نمشي نشوفهم بيقروا كيف وقرايات الزهرة كيف والجامعة عاملة كيف. اها هاي والله مبنية سمح، الناس مرتاحين، الفجر بيقروا فيها دي سمحة كويسة، الحجرة بتاعت الدراسة بيقروا فيها دي نشوفها كيف كده يعني. انت جاي لك قش ولا احنا؟ انا الحجرة قحلف مصورة. هاي انا شفت الولد جاب لي في الموبايل مصورة، والله الجامعة حقته دي سمحة سماحة هزولها. ومبنية بناية هزولها بنا مسلح زي بنا الانجليز زمان. الله ما شاء الله. اهي والله ما شاء الله. اها رايح كده خلاص نمشي نشوفها. راح نشوف ليه رقبتنا للزمن. اي نشوف للزمن. اي والله راح كده. السلام عليكم. تعال يا ولدي. انا احنا اخواننا دايرين نعمل ركن نقاش نقعد نتناقش فيه عن قضايا كويسه جدا جدا. يا اخواننا ان احنا كويس كلنا عارفين تماما جدا جدا انه الحكومه قامت بدورها في التنميه، قامت بدورها في الطرق وربط المدن بالمواصلات وسعية في مشاريع بتاعت التنميه ومشي بشكل جيد. المعارضه قاعده تتكلم كلام ما كويس، بتقول انه الحكومه ما قايمه بدورها، لكن الحكومه قايمه بدورها، ونحن في الركن بتاعنا ده كلكم كجماهير شعبنا نقوم نقعد نتناقش ونتفاكر اكثر عشان مع انه شنو كلنا نساهم في التنميه. والدليل على كده انه ديل ذاتهم ناس من الحله بيجونا جوا الجامعه هنا بيجونا من الجامعه، وشكرا لهم لانهم جمهور نبيل جدا جدا ولاهتمامهم بقضايا البلد قاعدين يجوا دوما انه بيكونوا حضور معانا. نحن كلنا نحييهم لحضورهم معانا ودي نواه لجمهور صادق. السلام عليكم. خالتنا وعمنا. اسمع يا هيثم، اخذ فرصتك، ما تقعد تخرج من كلام ساكت، اخذ فرصتك واتكلم بكل اريحيه كويس، ما تقحم لنا الحياه. احنا ما عندنا علاقه بالحكومه، الحكومه عندها اخفاقات كثيره جدا في مستويات مختلفه، انت ما تلخبط الحياه كويس. طيب. نرحب بالوالد ونرحب بالوالده. السلام عليكم، اتفضلوا معانا انتوا الليله في النقاش، ويا حبذا لو قمتوا اديتونا اراكم يعني في المساله دي مريحه جدا جدا. طيب انت يا هيثم ما تنحاز شديد. انا ما عاجبني شديد. انت أوكي. طيب رؤيتك شنو؟ انت رؤيتك شنو؟ انا عندي حاجه اقولها. اها كده يا ولدي قبل ما تقول. ايوه داير ازعلك من ولدي؟ انا جاي الجامعه دي عشان ازعل من ولدي. الست بيسوي في شنو؟ ولدي بيكون اراون. اراون؟ اي بيكون اراون. احنا يا يما احنا عندنا ركن نقاش بنتكلم في قضايا بتخص البلد دي، وقضايا مهمه جدا جدا، وقضايا وطنيه ومفصليه. ده بنتكلم مهمه جدا ودايرين ذاتنا نقدر نقول الكلام ده. الدوله تورينا مؤشراتها، تورينا مدى مستوى تقديم كل الخدمات اللي احنا دايرينها، تعليم، صحه، امن، سلام، استقرار، نبذة الغبليه. انا افتكر ان الجزئيه دي مهمه جدا، والكلام ده انا اكد عليه شديد يعني. ايوه وده كله متوفر، وايت احنا دايرين رايكم انتم. ما تقول في اخفاقات كثيره جدا، في ثغرات كده. اول واحد يقول اي دقيقه. تعال جاي يا راجل، عندنا فرصه وحاط الله تقول بعدين. يعني احنا دايرين رايكم، احنا دايرين رايكم انتوا ذات يعني انتوا. يا اخوي اسمع يا هيثم، ما تستسهل الموضوع، هم طالما انه طلعوا من الحله هناك لحد ما دخلوا لنا في الجامعه هنا، ما تقمعهم، قدم حريه رايهم، يقولوا رايهم ويعبروا. يا اخواننا احنا كمواطنين. أيوة. اسمع كلامي كويس يا خاله. احنا كمواطنين. أه. كطلبه، كناس مثقفين مستنيرين في الحركه، دايرين نعرف انه الدوله بتقدم شنو، الحكومه بحد ذاتها. احنا ما بنتكلم عن كيان مخفي، احنا بنتكلم عن كيان ظاهر في مستويات، في كويس. شنو مدى الراسي والخدمات اللي بيقدمها. افتكر ده كلام وجيز جدا. وثاني كمان يا يما كويس، احنا برضه دايرين نعرف انه المعارضه دي هي بتقدم شنو. المعارضة عندها حق، عندها قول. المعارضة عندها قول، عندها مواطنين، عندها أسر، عندها قبائل. أنا أفتكر إنه الجزئية. أيوة يا ولدي، قلنا لك سؤال واحد وجايبنا عليه. هاي في المحاضرة هسه دي، نحن في محاضرة ولا دي شنو؟ دركن نقاش. دركن نقاش. يعني شنو؟ دركن؟ أي أمو دركن. أي دركن يا أيوة. أيوة. الزول بيموت دركن كيف؟ تعال عبر عنه. زي نقاشكم ده مناقشات هددد عشان كده الزول بيموت دركن. لا عرفتها وقعت لي. لا لا انت قول رايك. اقول رايي بامانه ولا تقول رايك في الوضع، من حقك تعبر في الوضع الراهن. ايوه يا أيوة. يا خال. أيوة. يا خال يا خاله، انا افتكر انه الكلام الاسي يفترض تصليقه منه. ان احنا من حقنا نعمل جزئيه بتاعت حوار يدي المواطن حق في تعبير عن ذاته اينما كان اينما شاء متى ما شاء كويس. الحكومة دائما بتميل لانه الحوار يكون مقفول مغلق، نحن دايرين البراح، نحن يكون اوبن اريا، يعني الكلام يكون مفتوح، اوبن اريا. اي خلاص يا ولدي خلاص كتر خيرك. كويس.
ونحن دارين الكلام ده ما يكون في جزئية. المعارضة عندها متطلبات، المعارضة عندها جول، عندها ورقة، عندها أجندة، عندها مستودات، مستودات بيقوموا بيحاوروا عنهم. طيب احنا دارين نعرف طيب الكلام ده. أيوة. انت ما تضلل للزول، ما ضلل، لا ما ضلل للزول، ما ضلل للزول. طيب المعارضة اي صح قال عندها أجندة، اي عارف هي واقفة مع منو؟ الواقف وراء منو؟ الواقف وراء كويس، عملاء واسرائيل وكلام فارغ وكلام زي ده. من حقك من حقك من حقك انت ككيان بتبحث عن حريه تميل لجهات ممكن تدعمك ماديا. انا افتكر هم ما ماشيين معاهم بالنسبه للفكريه، الفكريه اللي احنا بنتكلم عنها دوله اسلاميه. انا افتكر انه الكلام ده يا اخ يا ولد هاي يا ولد هاي والله قرش وقعت واطا كيف؟ والله قرش، والله ولد لقرايته راح هذه القرايه يا خاله يا خاله اسمع كلامي. اتكلم لنا في حاجه مفيده يا ولدي. الحاجه المفيده اللي بنتكلم عنها، الحاجه المفيده اتكلموا في الشراب، اتكلموا في التعليم، اتكلموا في الصحه، ده شو اسمه بس هو ده كلامي. ايوه اين الصحه؟ دايرين الصحه، دايرين التعليم، الحكومه بتتكلم ما في خدمات. انا بكون مثلا بمشي على اجندتها، يلا انا بمشي على اجندتك، مش اين الخدمات؟ انا داير التعليم، داير الصحه، داير الامن، داير الاستقرار، داير اشيل النبذه القبليه، داير نتعايش. هو الوطن شنو؟ الوطن شنو يعني؟ مساحه بتاعت خريطه؟ لا احنا بنسعى لانه دايرين نطبع علاقاتنا السودانيه مع دول بتساهم في يا اخي. حكومه ما عندها موضوع، ما كيف حكومه ما قادره تجيب غاز يعني؟ غاز ما في، غاز ما تجيب غاز. شفت يقول لك الدقيق كل يومين. الدولة الوحيدة بتسعى في الأكل والشراب دولتنا دي. كل الدول دي تطورت، ما في دولة بتجيب لك الصرف إلا دولتنا. ليه؟ طيب. لأنه استراتيجية طيب. الحكم مفروضة، ما في قاعدة، ما في فاونديشن، ما ممكن تتطور طالما إنه أنتوا بالطريقة دي. ما ممكن تتطور طالما أنتوا بالطريقة دي. ابقى بالحوار. أي. مش الحوار يا حاج يا أخي، قول رأيك، قول كلامك. الكلام ده ما يقول لك فيكسك. بعدين الحوار يا هو انت قلت الحوار. نعم. كويس يلا حوارك انت شنو؟ حواري انا واضح. انت بتتكلم عن الطاوله، انت بتتكلم عن طاوله النقاش، طاوله تعبير عن الذات، بتناقش تعبير عن كيف ما يكون يا اولاد. اي انا حصل لي تهميش. ايوه حصل لك شنو؟ حصل لي تهميش يا اخي، ادوني فرصه. اتفضل. وين الديمقراطيه بتاعتكم اللي بتتكلموا عنها؟ اتفضل اتكلم اتكلم حرف. انت اسمع اغمعتنا يا اخي، الغمع ده وين؟ نحن ماشيين نفتش هناك، ما انت سبته لنا هنا يا اخي. اغمعتنا ثاني نقدر ما نفتح حشومنا. شايل برين انت يا اخي، شايل دمسري يا اخي، شنو ده يا اخي؟ اتفضل يا حاج، ادينا معاك فرصه، خلينا نتكلم نعبر يا اخي. اوكي حاج اوكي. ثم ثانيا يا اخي، نحن بنقرا سياسه؟ نحن ما لنا وما لنا سياسه يا اخي. نحن مواطنين، مواطنين يا عالم، مواطنين. يعني تعرف شنو مواطنين يا اخي؟ مواطنين يعني ما خسانا بأي حكومة ولا خسانا بأي معارضة يا اخي. الاثنين نحن بالنسبة لنا زيرو، ما في شيء، ما شغالين بيهم. الموضوع ده ما بهمنا كثير، نحن بهمنا ناكل، بهمنا نشرب، بهمنا ننكسي، بهمنا نتعالج، بهمنا نعيش في امن وسلام واستقرار ومحبة ويام. صفقوا له الراجل ده، صفقوا له، صفقوا له الراجل ده يا حاج. برضو يا حاج برضو، هم اكثر من المعارضه ولا حكومه؟ لا لا انا اوعد تجيب لي سيره المعارضه ولا سيره الحكومه. الاثنين نحن ما بنستفيدين منهم. انا ما بتكلم، ما عندنا معهم شغله. انا ما بتكلم عن المطلق، انا بتكلم عن الخاص. انا المطلق ولا الخاص؟ ما تقول كلام بتاع مثقفاتيه وكلام بتاع بتقول ده برضو. دقيقة هنا شنو، ما عارف كلامك ده برضو. برضو جزئية جزئية. نعم. جزئية بتاعت شنو يا أخي؟ نعم. ما حاجة اسمها جزئية برضو. عشان تعيش حياة كريمة ما حاجة اسمها جزئية، ضروري تختار زول عشان يجي. انت ما تسكت، انت ما بتسكت. انا عرفت الزول بيموت لكم كيف يا هو بطريقتك دي. انت شوف يا حاج، بالراحة بالراحة. ما بالراحة، بالراحة. قول بسم الله، قول بسم الله يا حاج. الحاج اوكي، الحاج اوت اوف مود، اوت اوف مود. أو ده فود منو؟ يعني انت انا من جبال صح؟ شغال فينا نبز، انت شغال فينا نبز من جبال. انا شايفك شايفك انا. اوكي اوكي، انا بعتقد، انا بعتقد ما تعتقد. اوكي اوكي، اوعك تعتقد لي. اوكي امشي اعتقد في اي حته ثانيه. طيب انا جنيت الاعتقاد. طيب امشي اعتقد غادي غادي. انا بفتكر. انت بقرب شنو؟ انا بفتكر انا تحديدا. تفتكر شنو يا اخي؟ ما اقول لك تحديدا يا كويس. اوكي احنا كويس. أنا داير أقول إنه أنا إحنا أول حاجة يعني إحنا ما هو متهاوي. يا كلام تقول ذاك يا صح صح. كلام فارغ. يا 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 حاج. فارغ منك. ما يزن. ما يزن. كل مرة يقول لي شنو ما عارف الكلام شنو كده. يا حاج. يزن وريه لك. يا بي يا بي أفهمني قليلا. الكلام. أتكلم عديل. طيب كويس. والله أتكلم عديل. كويس. كويس يا أخوانا، دعونا نتفق كي نفعل شيء. نعم. ما دعونا. أي. أي. خلاص. والله تحصل لك أنت. اسمعني يا حاج. إحنا دايرين نتكلم عن شنو؟ عن إنه دور المواطن. انت مواطن مش كده، وانا مواطن. دورنا في المجتمع ما في ولاء. انا مواطن. الا انت ما مواطن يا اخوي.
ما مواطن؟ يقول لك ذاك ما مواطن. ما لا شايف عندنا ضرب ولا شنو؟ حجه ثانيه. كيف عندنا ضرب؟ كيف؟ عندنا ضرب نحن؟ مواطنين. مواطنين؟ من حقنا نتعايش. نعم. نتكاثر. ومن حقنا نعبر. يكون عندنا وجود، عندنا صوت. كلام ده واضح يا حاج، انت بتتكلم عن داير لكم صوت فعلا. قلت لك انا جاي امشي اجيب الصوت. قلت لك تعال الصوت. تعال نكلمك انا، انا اقول لك حاجه. حلفوا وقسموا قالوا لي شفت روح على الولد الاثنين دين قاعدين في الجامعه 10 سنه ما بيتخرجوا. لقيت الكلام ده بايتين. امشوا عايدين، امشوا يا بايتين. بيت اجي في دقيقه عنده نسم من ركن لركن. لا عنده نسم دقيقه الركن اللي قالوا ده. لا قباك قباك هذه ولا دي. قال قال اجي في اجي شنو مربتين. امشوا مربتين مربتين. اوكي اوكي يا حاج. اوكي اوكي ده ما رايك. ده رايك. ده رايك يا حاج. من حقك تقول رايك. لكن انت ما تعيش كالانعام، ما تعيش كالحيوان تتكاثر لا تفكر تشارك الدوله، تتعارض مع الدوله في مخططاتها. انا كمواطن عندي اولاد، عندي اجيال جايه، يبقى هم يعملوا لي استراتيجيه. المعارضه من حقها تقوم تضع استراتيجيتها، انا برضو من حقي اضع استراتيجيه. المواطن من حقي اتياس. هم بيحكموا منه، بيحكموا الشدر، بيحكموا الغنم، بيحكموا البشر. بيحكموا البشر. يا هيثم افتكر انه كلامنا ما يخصك. دقيقه لحظه اديني فرصه. اتفضل. اوكي قلت لك لحظه اديني فرصه. اوكي اوكي اتفضل. بيحكموا بشر، البشر انتوا، المواطنين انتوا. نحن سويتوا لنا شنو؟ كيف؟ يا هنا ضميركم ده؟ كيف؟ وين الحاجات الفعلية سويتوها لنا؟ كيف؟ سووا لنا حاجات احنا نشوفها بعيننا دي؟ كيف؟ ما تقعدوا تنظروا. كيف؟ ربطنا ربطنا المدن دي كلها بطرق. دي من الحياة اللي نحن عملناها. هشة 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 هشة. الموضوع المشروع ده هش. المشروع ده هش. ما فيه فاونديشن، ملخلخ. ما فيه قاعدة. كيف؟ أنا بعمل مشروع بتاع 5-6 سنة، بعمل مشروع بتاع 50-60 سنة. ونحن عندنا رؤية واضحة جدا جدا وطويلة المدى. طويلة المدى؟ نعم. والله يقول لك حاجة. طويلة المدى هو أنت. أي. ولدنا وين؟ الولد. 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 أي. الولد ذاته الولد. هو ولدكم بيقرا شنو؟ بقرش. في المستوى الكم؟ بكون برلوم أظنه برلوم. أنت لك كم سنة في الجامعة دي يا ولد؟ ما الله. كم سنة في الجامعة أنت؟ من أنا؟ أي أنت كم سنة؟ سنتين. سنتين؟ ايوه. والله من خلقتك دي؟ لا قاعدين 10 سنة قاعد في الجامعة دي. 8. اي والله 8 8 جبت لي 8 بس. 8 سنة؟ 8 سنة. انت عندنا حتصل لك كبير على الجامعة. لا لا دمع عليه اللي انت كبير والله. شنو؟ انا 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 اصلا دائما بيربتوني. ده ما كلام كثير بخصني كثير جدا، لكن انا افتكر تاني ضيع عليها. انا قلت لك مش هجيب الصوت وجه للجماعة دي وحتصل الله. انت من حقك تدلي برايك، ومن حقك تصوت، ومن حقك لا تصوت، ومن حقك تمتنع. اصوت وين؟ في انتخابات. لا لا في انتخابات وتقول رايك واضح وصريح. هسه يعني انت مواطن اصيل ونبيل وشريف. انا مره مسكين حاجة. نعم هسه كان دار اصوت ذاتكم وهوشتوني. اصوت لك انت ولا اصوت ليه ده ولا اصوت ليه منه؟ يا خاله ها؟ يا خاله انت زوله عندك مخ. تصوتي للافيد، تصوتي للزول اللي بيقدم لك الاكثر كويس. انا وانت ما 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 كوميونيكيشن، في اتصال بيناتنا باعتبار انه انا بقدم لك خدمات وانت هناك. اما ديل بيعملوا مشاريع واهيه ما تشتغل بهم. انا 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 اوريك يا خال. ما في مشاريع واهيه يا اخي. اسمعني يا اخي، اسمعني يا اخي، ما في مشاريع يا اخي. اسمعني يا اخي، ما في مشاريع يا اخي. ما في مشاريع يا اخي. هوي والله انت والاثنين الحبه دي ما عندك ولا الاثنين. بري 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 انتوا مستهلكين. ها انتوا مستهلكين. مستهلكين مستهبلين. ما مستهلكين. ما تقول مستهبلين. خليك عندك. لا خليك عندك اخلاق وروح بتاع الحوار. خليك عندك اخلاق وروح بتاع الحوار. قلت لك ما خليك عندك اخلاق وروح بتاع الحوار. انا يا دي يا يومين بتاكلني. هو ده تشاغله. ده تشاغله يا اخي. وعلى بيتكلم كيف انت؟ اسمعوني يا ابني. اسمعوني انت. في الجامعه تشاغله احنا نعمل شنو يعني؟ تعال جاي تعال جاي. اسمع شوف ديل على غلط. انا نشاغله. انا كلمه خلي شكلهم بعيد. نحن ديل المواطنين المساكين. نحن دايرين في البلد دي دايرين تنميه. حرم ما دايرينها. دايرين ناكل. دايرين نشرب. دايرين اولادنا يتعلموا. الكلام ده بيبقى كيف؟ نزل الناس دار يا جماعه. نزل الناس اللي قاعدين دار. الكلام ده بيبقى كيف؟ اساليهم اساليهم. لكن لكن كلامنا كلامي بيكون في محله. اوكي اي وانا ذاتي كلامي في محله. والله يا هيثم ما تكلم. والله كلامي في محله. قلت لك ضروري جدا انه متابعه الوالدين لابنائهم لحد ما يصلوا الجامعه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرساله هي مهمه شديد انك ابنك لازم عشان توصل المرحله لازم تتابعه متابعه دقيقه ما تطلعوا ساي. التنميه دي بتبقى كيف؟ انه كل الناس تتضامن تجاه انه شنو؟ انهم يقدموا للوطن شنو؟ يتضامنوا. الزول المختلف معه والما مختلف معه كلهم يتضامنوا تجاه انه هم يقدموا للبلد شنو؟ لانه بالتاكيد المساله دي عصا قايمه وعصا نازله ما بتبقى.
الا الناس تقعد تحت وتشوف نفسها هي دايره تقدم شنو. وبعد ذاك الكلام ده تحديدا بهم الزول الغيور والزول اللي عنده غيره لبلده، بالتاكيد هو اللي بتهم القضيه اكثر. شكرا. انا مختلف منه طبعا، مختلف منه تماما. الاستراتيجيه المبنية على الحياة والموطنة المواطنية، إنه الصحة، التعليم، الأمن، الاستقرار، منع الجهوية والحريات الثلاثة، وده بيدي المواطن حقه، حقه إنه يعيش ويتعايش، أوكي؟ وبعد ذاك الدولة لازم تتخبى ساكت، نحن دايرين نشوف العلاقات الخارجية، ما في لون واضح، ما في لون واضح للعلاقات الخارجية. الحاجة الثانية أنا أتكلم فيها الوالدين. المفترض ذاته طالب الجار الجامعة مفترض هو من حقه يكون سياسي، يكون أي حي اجتماعي رياضي ثقافي، لكن تجاه المسؤولية هي مفترض شنو يكون عنده أكثر حاجة في الحاجة الأمامية خطة. الحاجة الثانية بتكلم عن البرنامج السياسي، برنامج سياسي مفترض أنت لو بقيت سياسي برضو تتكلم عن الحاجات اللي أنت بتهمك ذاته، ما مفترض تتكلم عن حاجات ما بتهمك، بتتكلم عن وطنك، تتكلم عن حاجات بتكون أنت من حولك هنا. واي والحاجات التلازم والمعارضه وش ده مفترض ان احنا كنا نفرش بساطنا عشان نعرف مشكلتنا وين، لان احنا العالم ذاته حولنا هو بيقدر شنو، هو ذاته هسه ضاحك علينا. انا بتكلم اغفل للاستراتيجيه المشهد، فالناس تجود في الخدمات العامه بالنسبه للدوله، فالدوله تحتاج خدمات اساسيه مثل التعليم والصحه وكل الحاجات الموجوده، يعني الحاجات البسيطه اللي ممكن الدوله يوفر للمواطن بطريقه بسيطه لكي يصل على هذه الحاجات للتنميه والحاجات الموافقه. بالضروره الدوله يصل الى حاجه بيقول لها الوطن يسعى للجميع، بعد ذاك يجي لحاجه بيقول لها قبول الاخر، عشان كلنا نتعايش مع بعض في هذه الدوله الواسعه ده ويقبلنا مع بعض. انا كطالبه في رايي انه يعني كلنا احنا لازم نخدم وطننا ولازم نخدم مجتمعنا ونتناول الخضايا اللي هي بتخصنا وبتخص مجتمعنا. فيعني كلنا شباب وكطلبة جامعيين إن شاء الله هنتخرج ولازم نخدم بلدنا ونخدم وطننا. نحن كطلبة جامعيين دورنا تجاه المجتمع، وبأنه من ناحية سياسية لأنه كنسأة بنعرف لأنه الدولة دي هي احتياجات بأنه توفرها للمواطن شنو، ومن حقنا لأنه بأنه نناقض فيها، يوفر للدولة الأمن والصحة والتعليم حاجات الكام من قبل، يعني من التسعينات يعني الدولة كانت ماكدة في حاجات كثيرة وافرة، حسب كل يوم والتاني الضغوطات حاصلة علينا يا أخويا، كويس؟ في حاجات كثيرة بأنه من حقنا يعني بنناقض، يعني ده الحاجات اللي بأنه بقل الواحد بيطلع، كويس؟ بنقوى الزينة حصل الليلة حاجات الأزهار دي كلها مشت زايدة، كويس؟ كلها للأمام يعني. احنا كطلاب جامعيين احنا اللي بنسهم في تقدم المجتمع، ان شاء الله حننمي مجتمعنا لو احنا تكاتفنا مع بعض باذن الله تعالى. متابعة الطالب داخل الجامعة ضرورية جدا. الجزئية الثانية، الخلاف ما بين الحكومة والمعارضة في دارفور ده صراع دائم، لكن اذا صدرنا هي المشكلة لازم يصفها النية. حكومة تقول تعمل تنمية، معارضة يدق المهندسين تكتلهم من البيار ده بيجي، اذا كده ما في حكومة عندها اخفاء خط، لكن المعارضة لازم تتنازل تساعد في الحياة اللي بتودينا لقدام والطالب الجزئية المفقودة إن شاء الله. شايفة كون الطلبة ديل يكون عندهم ركن نقاش ولا شنو الجوطة ما فيه لأي كلام، الناس ديل كلها بس تقوم تتضامن وتقوم تتفق على شيء معين ممكن الدولة تمشي لقدام. يعني من حق الدولة أن توفر الأمن والسلام والاستقرار والتعليم والصحة، ومن حق الرعية الإتباع إذا توفر هذا. والله بالحقيقة كده مشاكل في دارفور ده دارت من 2002، لكن الآن هسه ماشي دارفور في استقرار وأمني، وإن شاء الله الناس كله يكون في فكرة الحوار الوطني، والحوار الوطني يعني هسه حوار اليات 7+7 يعني ماشي في الأمان. والمعارضة ذاته غايته كثير من المعارضة جو إلى اندمام الحركات، وإن شاء الله يعني دارفور من هنا قدام بمشي أمان، وإن شاء الله الولايات اللي غيرت برضو إن شاء الله جاء أمنت لنا المشاكل القبلية والجهوية وحاجات كده يعني. ونتمنى يعني من الركيز الأعلى يعني يكون يلحق الأخبار، يعني في أخبار يعني بكون بنتهي في دارفور هنا، لكن الرئيس ما أعرف، لكن الآن أنا نقول سبب من الرئيس هناك، لكن بعد ده كله كده نتمنى يعني دارفور يمشي في السلام وأمن.
واحنا من حقنا كطلاب سودانيين لابد من اننا نتفق ونقعد ونتفاكر عشان ما نقدر نحل جميع المشاكل. We'll be right back.